مدينة فاس أنا. كنت واحد الوقت مدينة وجدة خداني في صباغة الواجهة أجريبي، واحد الناس قالوا لي كاينة خدمة في الجزائر. توكلت على ربي جيت، المهم تلاقيت بواحد الناس ما تعاملوش معايا مزيان، من 3 شهور خدمت معاهم دراري مغاربة يخدموا. صافي وليت بغيت نرجع بحالي، رجعت. كي رجعت يعني كنت خديت فكرة بالله عجبني الجو هنا، عرفت بالله كاينة خدمة مزيانة. واحد الناس واحد آخرين قالوا لي تولي ترجع تخدم، قلت لهم مرحبا. هادي في 2007 جيت عجبني الجو، الخدمة مزيانة، داكشي بخير، استقريت يعني.